السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، كيف هي رينا البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. واليوم جيت باش نخدم معكم هاد الزيوف ديال الحمام. ها هما كيفاش كيجوا، فيهم هاد الشوشة والعقيق، هما اللي كاينين دابا. انا كنخدم في واحد، بغيت نشاركوا معكم هذا. غندير ليه هاد العقيق، ها هو كاين هاد العقيق الذهبي، وكاين هاد الشكل، هاهو هاد العقيق هذا. المهم غادي نبدا معاكم الخدمة. بسم الله على بركة الله. صافي، انا غنبدا معاكم هاد الخدمة، راه ساهلة كروشي. غادي ندير هنايا جوج عميدة، غندير واحد السلسلة، نضرب هنا، نعاود نضرب في نفس البلاصة، ندير واحد السلسلة، ندير واحد العمود، ها هو، نزيد واحد اخر في نفس البلاصة، سلسلة، ندير واحد الخيط خشبية من هنا، كمل نشوف. السلسلة بحال هكا، نضرب هنا، نعاود هنا في نفس البلاصة، ندير واحد السلسلة، ها هي، نضرب واحد العمود هنا، نضرب واحد اخر في نفس البلاصة، ندير واحد السلسلة بحال هكا. واحد السلسلة، نضرب هنا، مغاديش نزير الخدمة بزاف باش ما يجيش الخدمة مجموعة، باش تجي مطلوقة. واحد السلسلة، جوج أعمدة، واحد، جوج، عندي واحد السلسلة،
كنخدم وكنجمع هذا الله وهذا باش ما يبقاش يبانو هذا وكنجمعهم هنا. ها مرة ما كيبانوش كيجو فينين من هنا. كنخدم وكنلوي بصبعي الخدمة باش ما باش هذا يدخل هنا. صافي بقى لي راد شويه نكملو. كنتمنى الشرح يكون واضح. الخدمة هي هذه، غادي نحبس هنا. غنحبس الخدمة هنا باش نوريكم الشوشة كيفاش غندير ليها. هي الخدمة كيفاش كتجي، راه كتجي متقونة ما كتجيش فيها سميتو، هي بحال كيما هادو نيت كلهم. دابا غندير الشوشة بحال هذه، نوريكم كيفاش غندير لها وكيفاش غادي نركبها هنايا. صافي غنصيب الشوشة بحال هادي، غادي نقطع جوج خيوط هاهما. هاهما جوج خيوط قطعتهم، نخليهم نقاد بيهم الشوشة. غادي نبرم على يدي هكا، غادي نحسب. فيها 23، بنت شوشة بنت قطعي ورجعي ثاني من الأول. صافي غندير الشوشة، غادي نحسب، غندير فيها 23 دورة. واحد، صافي غنجيب هاد الخيوط اللي قطعت، الخيوط اللي قطعت في الاول ها هما، غادي نحزم بيهم هنا. نحزم الشوشه بحال هكا، واحد الحزمه هاي، واحد الحزمه الاخرى، جوج حزمات اللي غادي ندير فيه هنا. وما غادي نطلق، غادي نخليها هنا. نجيب هذا الخيط الاخر، ما عرفت فيه حطيت هذا الخيط، غادي نقطع خيط هذاك ما عرفت فيه الجاليه. صافي غنشد هكا ونشد هنا وغلوي.
صافي غلويت تبان ليا وقفت هنايا. صافي صافي غادي نحسمها هنا، غندير واحد هنا جوج ثلاثة المرات باش تصير مزيان. صافي غادي نضربها بالمقص نحيدها، دابا ما تحل ما والو رزيتها. صافي غنجي هنا غنقيد هذا المقص، صافي ها هي الشوشة. صافي غنجيب البلا غندير هذا الخيط في البلا هذا، وغندير ثلاثة العقيقات واحد جوج ثلاثة، هاهما ثلاثة العقيقات. غنجيب القنت حنايا تاع الزيف، تقنيطة تاع الزيف هنا غنخرجها من هنا. صافي غنلوي الخيط هكا وغنرجع هنا باش نحزم ديك ال... غادي نعقد هنا صافي، وغادي نخشي هنا، نخشيها في هذا الجنب هنا هي الخيط باش ما يبانش، نردمو هنا باش ما يبانش. ها هو صافي غنخرج الخيط بحال هكا، غادي نقطع صافي غنفيني هادو باش بقاو كيبانو شوية. صافي هادي هي الشوشة ديالو، هاهي كيفاش كتجي. صافي تجري بحال هكا بصبعك باش تجي هي هاديك، هاهي كيفاش كتجي. راه كيجو زوينين هاد الزيوف، هما لي كاينين دابا بزاف كيخدمو بزاف. المهم الفيديو هو هذا، كنتمنى تدخلو للقناة وتشاركو فيها. جزاكم بخير والسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو.